السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. موضوعنا اليوم التعبير الكتابي عن فصل الربيع، قراءة الصف الثالث ابتدائي صفحة 32. هنا عندنا أربعة أرقام مو بالتسلسل الصحيح، احنا راح نقرأهم بالتسلسل الصحيح ونكتبهم بالدفتر بدون أرقام، يعني بدون مرقم، بس نمشي على التسلسل. هنا عندنا أولا: يكون الجو في فصل الربيع معتدلا، لا حارا ولا باردا. ثانيا: تورق الأشجار وتظهر الأزهار وتغرد الطيور. يبدأ فصل الربيع في شهر آذار، وفيه عيد الربيع أو عيد الشجرة. أنا أحب الربيع، ليت الزمان كله ربيع. هنا هذا النقاط نكتبهن بالدفتر بدون مرقم، لكن بالتسلسل الصحيح. هذا هو التعبير الكتابي عن فصل الربيع، وإلى هنا انتهى الدرس، ومع السلامة.